أهداف خرافية لا تتكرر دائما في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. عالم كرة القدم مليء بالأهداف الرائعة والمميزة، لكن هناك أهداف متفردة لا يستطيع لاعبون آخرون تكرارها. لذا في هذا الفيديو سنشاهد أهدافا خرافية لا تتكرر دائما في كرة القدم. لنبدأ. كما ترون هنا هذه الانطلاقة المميزة من بعد نصف الملعب إلى هذا اللاعب الذي حاول مراوغة اللاعب الذي أمامه وخطف الكرة منه بالفعل، وانطلق بسبب سرعته الفائقة، فشاهدوا كيف راوغ الحارس وأوقف جميع الدفاع على خط المرمى، ومن ثم سجل هذا الهدف المميز. في هذه المباراة وبعد أن وصلت الكرة بهذا الشكل إلى هذا اللاعب، قام بعمل مقصية لترتفع وتنزل من فوق الحارس هدفا مميزا. هنا هذا اللاعب يقوم برفع الكرة من الركنية لتصل إلى زميله ويضربها على الطائر لتدخل مباشرة في الشباك بطريقة مميزة جدا. هنا هذا اللاعب قام بضرب ركلة الجزاء بهذا الشكل لتلتف وتنزل في الشباك، هدف مميز ومباغت حقا. هنا هذه الكرة تصل إلى هذا اللاعب فيقوم بترويضها على صدره بهذا الشكل وضربها على الطائر، هدفا صاروخيا ومميزا جدا. هذا اللاعب من رمية التماس يعطي الكرة إلى زميله والذي يقوم بترويضها بهذا الشكل ويضربها بكل قوته لتنزل مباشرة في الشباك، حتى الحارس لم يتحرك وظن أن الكرة ستذهب بعيدا. شاهدوا مهارة هذا اللاعب وكيف دخل من وسط الدفاع وراوغهم بهذه الطريقة الاحترافية، ولم يستطع أحد إيقافه ليسجل هذا الهدف المميز. هذا اللاعب قام بترويض الكرة على ظهره بهذا الشكل لتدخل كوبري بين أقدام المدافع، ثم يقوم بتسديدها لتدخل هدفا مميزا جدا في الشباك. هذا اللاعب انطلق بالكرة ومن أمام المدافع قام برفع الكرة بهذا الشكل لتلتف وتستقر مباشرة في الشباك. عند ذكر التميز فيجب ذكر ميسي، فشاهدوا ماذا فعل بالمدافعين بعد أن استلم الكرة، فراوغهم جميعا ودخل من بينهم ووضع هدفا مميزا في الشباك. هدف رائع جدا من هذا اللاعب الذي استغل تقدم الحارس ومن وسط الملعب يرسل هذه الصاروخية لتستقر مباشرة في الشباك. هنا هذا اللاعب بعد أن تقدم بالكرة قام بركلها بكل قوته لتغير اتجاهها وتذهب من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى من حارس المرمى وتدخل في الشباك. في هذه المباراة تقدم هذا المهاجم بالكرة ليقوم بمراوغة اللاعبين من أمامه، من ثم قام بإرسال هذه الكرة إلى زميله الذي قام بترويضها على صدره ووضع ضربة كيك مميزة في الشباك. في هذه المباراة لكرة القدم النسائية تتقدم هذه الفتاة بالكرة وترسل هذا الصاروخ الذي نزل مباشرة في الزاوية 90 على يسار حارسة المرمى. أحد أجمل وأروع الأهداف التي لن تتكرر أبداً. شاهدوا هذا اللاعب ومن وسط الملعب استغل تقدم حارس المرمى ليرسل هذه الكرة مباشرة لتسقط في الشباك معلنة هدفاً مميزاً ورائعاً جداً. يتقدم هذا اللاعب مراوغاً المدافعين بالكرة ومن ثم من زاوية ضيقة يراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك. شاهدوا هنا هذا اللاعب الذي قام بركن الكرة بهذا الشكل لترتطم بالعارضة وتنزل هدفا مميزا في الشباك.
يتقدم هنا هذا اللاعب بالكرة بهذه الطريقة ويراوغ اللاعبين من أمامه بمهارة عالية، ثم يضع الكرة بطريقة جميلة جدا في الشباك. هدف جد مميز ورائع حقا. أحد أجمل وأروع الأهداف التي من الممكن أن تشاهدها. شاهد هذا اللاعب بعد أن رفع الكرة إلى زميله كيف قام بكعبه بهذه الطريقة من وضع الكرة بالشباك. في هذه المباراة يستلم لاعب ليفربول الكرة ليقوم بوضعها في الزاوية 90 من هذه الالتفافة المميزة. انظروا إلى التقوس الجميل والرائع لهذه الكرة. بعد أن وصلت الكرة إلى هذا اللاعب قام بترويضها على صدره، ومن ثم مقصية جميلة للغاية. هنا هذه التمريرات تصل إلى هذا اللاعب ليقوم بترويضها، فبدلا من ذلك ارتفعت الكرة لأعلى فقام بضربها بكل قوته صاروخية نزلت في شباك هذا الحارس. هذا الهدف غريب للغاية، فشاهدوا هذا اللاعب كيف قام بضرب الكرة لتستقر في الهواء وتنزل مباشرة في الشباك. في هذه المباراة أغرب ما حدث هنا هو أن اللاعب أخذ انفرادا وقام بتسديد الكرة من جنب الحارس لتذهب مباشرة إلى الشباك، لكن بعض الطين القابع أمام المرمى قام بإيقاف الكرة، لكن زميله في الملعب كان متفطنا وذهب ليضع الكرة في الشباك. انظروا إلى براعة ومهارة هذا اللاعب بعد أن استلم الكرة، كيف راوغ المدافعين من أمامه بطريقة جميلة جدا، ومن ثم وضع الكرة بالشباك بطريقة رائعة ومميزة. هنا هذا اللاعب الياباني قرر تعريض الكرة، لكن كانت نيته هي أن تذهب إلى أحد رؤوس أصدقائه، لكن انظروا كيف سقطت الكرة في الشباك هدفا مميزا جدا. هنا هذا الحارس قام بتصدي الكرة على مرات عديدة، لكن في النهاية وصلت الكرة إلى هذا اللاعب الذي قام بوضعها بكعبه بهذه الطريقة الجميلة هدفا مميزا في الشباك. شاهدوا هنا هذا اللاعب كيف وضع الكرة في الشباك بعد تمريرة من زميله، قام بإيقافها بهذا الشكل ومن ثم وضعها بكعبه بطريقة مميزة جدا. هنا هذا اللاعب المميز والذي انطلق بالكرة مراوغا اللاعبين الذين أمامه ليقوم بعد ذلك بعمل كرة لوب رائعة جدا تسكن شباك هذا الحارس. شاهدوا هذا الهدف المميز وكيف دخل في الشباك. شاهدوا هذا اللاعب كيف أخذ الكرة وراوغ اللاعبين من أمامه، وهنا قام بالدخول بالكرة من هذا اللاعب بكوبري بين قدميه، ومن زاوية ضيقة قام بتسديد الكرة لترتطم بالحارس وتدخل هدفا في الشباك. يتقدم هنا ليو ميسي بالكرة وبطريقة جميلة ومميزة يضع الكرة برونق رائع في الشباك. انظروا كيف ارتطمت بالقائم ودخلت هدفا مميزا. هدف جد رائع من كومباني، فشاهدوا هذه التسديدة الصاروخية كيف استقرت في الزاوية 90 لفريق تشيلسي. هذا اللاعب يستلم رمية التماس من زميله ليقوم بالالتفاف وعمل لوب رائع جدا لتستقر الكرة في الشباك. شاهدوا الروعة في هذا الهدف المميز. هنا تصل الكرة إلى هذا اللاعب فقام بترويضها وقام بعمل هذه المقصية الجميلة لتنزل مباشرة هدفا في الشباك. انظروا كيف باغتت حارس المرمى. يستلم لاعب إيفرتون الكرة بهذا الشكل، ثم يقوم بمراوغة هذا اللاعب بهذه الطريقة ويسدد كرة جميلة جدا نزلت في الزاوية 90 مباشرة. شاهدوا هنا هذا اللاعب المقاتل حقا. انظروا كيف قام بأخذ الكرة وأعطاها لزميله الذي تقدم بالكرة بهذه الطريقة مراوغا اللاعبين الذين أمامه ليضع الكرة مباشرة على يسار الحارس بهذا الرونق الرائع والجميل. هنا هذا اللاعب يجري بالكرة بهذه الطريقة داخل الملعب ويقوم بتعريضها بهذا الشكل، وبدلا من أن تصل إلى أحد زملائه
نزلت في الشباك، إذ ظن الحارس أنها ذاهبة خارج الملعب أو على رؤوس زملائه. شاهدوا هذا الهدف الرائع من هذا اللاعب، والذي قام بضرب الكرة بهذا الشكل لتنزل مباشرة في الزاوية 90. هدف مميز حقا. تصل الكرة إلى هذا اللاعب بهذا الشكل ليقوم بتسديدها بضربة قوية جدا. انظروا كيف استقرت في الشباك بهذا الجمال والروعة. بعد تمريرة من هذا اللاعب إلى زميله، قام برفع الكرة بهذا الشكل وضربها على الطائر. انظروا كيف دخلت في الشباك بطريقة جد مميزة. هنا اللاعب توريس يتقدم بالكرة ويراوغ لاعبين من أمامه بهذا الشكل، ومن ثم تسديدة قوية أسكن بها الكرة بالشباك بهذه الروعة وهذا الرونق المميز. انظروا إلى هذا اللاعب والذي استلم الكرة بهذا الشكل وراوغ جميع الدفاع من أمامه بطريقة مميزة جدا. انظروا كيف يتخطى واحدا تلو الآخر ليصل في النهاية إلى خط الستة ويضع الكرة مباشرة في الشباك بطريقة مميزة ورونق رائع. هنا لاعب مانشستر يونايتد بعد أن استلم الكرة قام بترويضها بهذا الشكل، ومباشرة قام بتسديدها لتنزل في الزاوية 90 مباشرة. هدف مميز جدا، أحد أجمل وأروع الأهداف من منتصف الملعب. فشاهدوا هذه التسديدة الجميلة من هذا اللاعب مستغلا بها تقدم حارس المرمى ليضع الكرة بهذا الجمال هدفا في الشباك. هنا لاعب أستون فيلا يتقدم بالكرة ويراوغ هنا اللاعب الأول، ومن ثم يراوغ اللاعب الثاني ويراوغ اللاعب الثالث والرابع والخامس، ويضع الكرة بهذا الرونق الرائع والجميل في الشباك. هدف رائع للغاية. شاهدوا هذا اللاعب كيف خرج من هذه الغابات من السيقان، فانظروا كيف أخذ الكرة وبالنهاية وصل إلى هذه المنطقة ووضع الكرة في الشباك. لاعب متفطن وسريع البديهات حقا. كما ترون هنا لاعب ريفر بليت كيف يراوغ اللاعبين من أمامه وتخطى الدفاع كاملا، ثم تخطى حارس المرمى ووضع الكرة بطريقة مميزة للغاية في الشباك. شاهدوا جمال ورونق هذا الهدف المميز. بعد أن قام هذا اللاعب برفع الكرة الركنية تصل إلى الدفاع، بعد ذلك تصل إلى هذا اللاعب الذي قام بعمل هذه المقصية المميزة ليحرز هدفا رائعا جدا. حارس المرمى هنا يستغل تقدم الحارس الآخر واللاعبين ليرسل هذه الكرة التي نزلت مباشرة في الشباك. هذا اللاعب هنا لا يسمح لأحد بأخذ الكرة منه. انظروا كيف راوغ اللاعبين من أمامه ثم أسقط الكرة بالشباك بهذه الطريقة المميزة. هدف مجنون حقا. هنا هذا اللاعب استلم الكرة من زميله فراوغ اللاعب الذي أمامه ثم سدد الكرة لتنزل مباشرة هدفا مميزا في الشباك. هدف رائع حقا. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.